نسيان بعض الآلات أو نسيان بعض الأمور نيد الخيط على سنتات. وأيضا سابقا كانت موجودة جوز فيها خط أزرق الحقيقة في حالة نسيان الجوزة تظهر في الأشعة أن هناك جوزة بحجم معين يمكن واحد يتلافاها وبالتالي استخراجها خوفا من الاختلالات. أيضا الانفكشن الذي يصاحب يعني غلق الخيوط العملية خياطة الجرح واستخدام البلاستر ربما يسبب تحسس معين للجرح وبالتالي هناك مشكلة حقيقية للمريض ممكن أيضا تلافيها باستخدام البلاستر الجاهز المعقم وبالتالي تكون يتجاوز هذه المشكلة التهابات الجروح الخارجية الحقيقة وبالتالي تكون يعني لا توجد هناك التهابات خاصة بهذا الجرح. نعم دكتور قاسم نريد نعرف شنو السبب اللي يخلي الطبيب ممكن ينسى آلة أو ممكن يعني ينسى مثلا أنه ينسى أصلا يخيط الجرح؟ الحقيقة هو لا يمكن لأي طبيب يعني قاصدا أن لا أن يترك الجرح دون خياطة، ربما هناك نزف. أعتقد الجرح الجراح يعني حريص على أن يكون مسؤولا عن ذلك بحيث يستخدم إضافة إلى خياطة الجرح الكوتري اللي هو كوي، وأيضا هناك مواد تستخدم شبيهة بالجوز تضع على الجرح بحيث تقوم بعملية يعني إيقاف هذا النزيف. نعم. وكذلك ممكن الضغط على الجرح يوقف هذا النزيف، وكذلك يستخدم لدرين الحقيقة وهي سوندة ضعيفة بحجم معين تكون قريبة للجرح وخارجة عن البطن، وفيها باك هو يقوم بعملية سحب الدم المتجمع خوفا من حدوث تجمع دموي وبالتالي تهدد حياة المريض. توجد الحقيقة يعني في المستشفيات بعض الأمور تتحقق بعيدا عن وجود نزف داخلي، ولكن ربما يعني بعد انهاء العملية يتم حدوث نزف في هذا الاتجاه ويتطلب ربما يعني فتح الجرح مرة ثانية والقيام بعملية. ممكن يسبب مضاعفات للمريض يعني في حال انه انفتح الجرح مرة ثانية؟ طبعا لما يشوف الطبيب الجراح خروج دماء كثيرة يعني من خلال الدرين ومن خلال الباك الموجود يرافق الجرح لن يتوقف، إذا هناك معناته ورغم عطاء يعني كميات كبيرة من الدم للمريض يرى أنه لا يتوقف الدم، يضطر الطبيب الجراح بفتح يعني موقع العملية حتى لا تستمر وبالتالي فقدان كميات كبيرة من الدم، وبالتالي يمر المريض بشوك يعني فقدان الوعي. هذا يحدث الحقيقة بسبب يعني كثير أولا يحتاج دم ويحتاج أيضا مراعاة تدقيق الجروح أو تدقيق استئصال أماكن استئصال العلة مثلا كورم كبير لا سامح الله أو استئصال الزائدة أو استئصال رفع الرحم مثلا أو استئصال أي شيء يشخصه الطبيب الجراح المختص في هذا الجانب، ولكن تحدث بفعل ربما الضغط العالي ان يفتح يعني يؤدي الى نزيف او فتح ذلك المكان الذي يتم خياطته، وبالتالي اذا لم يتوقف طبعا يضطر الطبيب الجراح لفتح الاماكن اماكن مكان الجرح وبالتالي خياطته وتدقق. اليوم دكتور قاسم المضاعفات اللي تصير عند المريض من يتحمل مسؤوليتها؟ يعني الطبيب نفسه او نقابه الاطباء؟ اليوم هواي تساؤلات من المواطنين. طبعا هناك رقابه الحقيقه موجوده في وزاره الصحه تتم مراقبه يعني الشكاوي الحاصله في المستشفيات الحكوميه والاهليه في هذا الاتجاه، ونحن اكدنا في البدايه انه الاخطاء طبعا عموما هي غير مقصوده، لا يمكن ان يضحي الطبيب الاختصاص او الستاف الموجود يعني بمستقبل المهني في هذا الخطا، ولكن تحدث والشكاوى وارده الى وزاره الصحه والى نقابه دكتور قاسم هي صح ما مقصوده بس اكو حياه عالم بدها تروح بهاي الاخطاء الطبيه. نعم اكيد بعض الاخطاء تؤدي بحياه المريض طبعا، ومن حق المريض ان يقدم شكوى بهذا الاتجاه الى وزاره الصحه، هناك رقابه هناك تدقيق وتحقيق في هذا الجانب. نعم. وهناك تشريح يعني موجود في الطب العدلي يحقق في القضيه، وبالتالي ممكن ان يدين الطبيب او الاستاف المرافق له
وياخذ المرافق المريض حقه في هذا الجانب. اكيد طبعا حياه المريض ليست يعني سهله وليست هينه، والمريض ليس ذنبه متخصصات العمليات، وبالتالي تكون حياته مهدده بالخطر. رغم انه المريض يوقع على تعهد انه لا يطالب، هناك اختلاطات، هناك مشاكل طبعا حقيقه، ربما يموت المريض بمشاكل ليس بنسيان قطعه او اله طبيه او جوزه حقيقه، ولكن هناك ربما توقف القلب، هناك خطره، هناك جلطه دماغيه اثناء العمليه، هناك جلطه قلبيه، الحقيقه الطبيب غير مسؤول عليها ولا حتى المخدر مسؤول عليها، هذا خارج عن اراده الطبيب، وربما يحتاج دخول المريض بعد العمليه الى العنايه المركزه. وبمرور الوقت ربما يتحسن المريض، وربما هناك اشكاليات كثيره واختلاطات كثيره تؤدي بحياه المريض.